تابعنا اللي فات كل التفاصيل الفرحة الأهلوية خلال الأيام الأخيرة. ناس كتيرة اتكلمت على تتويجات الأهلي، لكن هناك الكثير في مقالي وما قالوا سر العشق الدفين. سر العشق الدفين الحياة للعشق طبعا أصول وأسباب، وللمكانة أهداف بين الأحباب، وليست هناك علاقة هذه الأيام أقوى من علاقة درع الدوري بس ببطل الدوري. هرجع رجع صغيرة كده وإحنا بنقول أيامك يا أهلي، وقلنا أولادنا أبناؤنا في الخارج، والنهاردة عمرو جمال يحقق الفوز لطلائع الجيش بهدف انتهى بفوز طلاع الجيش على وادي دجلة بهدف عمرو جمال ابن الأهلي المعار إلى طلاع ليكتمل الجيش. أو لتتواصل فرحة أبنائنا في الخارج. سر العشق الدفين زي ما قلت لكم بين الأهلي وبطولة الدوري. العالم انشغل حتى مع تتويج الأهلي. إيه الفريق؟ ممكن أصحح حاجة؟ إيه الفريق؟ هصحح حاجة بس. اتفضل. هو عشق من البطولة للأهلي. عشق بطولة الدوري للأهلي. للأهلي. أكتر ما هو عشق الأهلي للبطولة، فالعشق متبادل. الأهلي يعشق جميع البطولات. هذا العشق المتبادل ليه؟ إيه الحكاية؟ الأهلي بطل الدوري جملة تكاد تكون محفورة في الوجدان الشعب العام. ممكن تلاقيها في الأرياف مكتوبة على حيطة بسيطة جدا، الأهلي بطل الدوري، وممكن تلاقيها مكتوبة على قطر الدرجة الثالثة، وممكن تلاقيها مكتوبة في مترو الأنفاق، وممكن تلاقيها مكتوبة في عناوين الصحف من سنة 48، وممكن تلاقيها موجودة في المجلات الكوشيه بتاعت أول امبارح، هتلاقيها موجودة على جدران المعابد. العلاقة التاريخية لو الدكتور زاهي حواس اهتم هيبقى مطلوب منه يكشف ايه سر هذه العلاقة، سر هذا العشق الدفين ايه؟ يعني وطبعا دعابة قصد منها الأهلاوي الكبير دكتور زاهي حواس انه يقول لهم يا جماعة المسألة متجذرة يعني. ايوه طبعا كان بيتندم. طبعا انما العشق اصل هي بطولة بتلخص ايه؟ بتلخص الجدارة. ليه؟ لأنها بطولة النفس الطويل اللي ممكن بتقول مين البطل الذي يشهد أكبر عدد من الانتصارات، أكبر عدد من حصد النقاط، أكبر عدد، حتى لو صادفوا بعض الإخفاقات وده طبيعي، لكنه في الآخر بتجسد أن اللي يكسب المشوار الطويل ده هو البطل. ولذلك هي أهم البطولات محليا، هي أهم البطولات. بطولة اليوم الواحد دي بطولة تحتمل كل الاحتمالات، من توفيق، من توفيق بقى إيه المنافس، من توفيقك انت، من توفيق الحكم، من توفيق ظروف كتير جدا، من توفيق مرسي صح صديقنا. فالمهم يعني انا عايز اقول لك ان لذلك هي البطوله، يعني سيبك بقى ان الناس يقول لك حته خشبه، ما كانت الكاس قبل كده حته صفيحه، وكانت الكونفدراليه مش حته ايه مش عارف قبل كده، لكن هي البطوله بطوله في الاخر بتتحسب في سياقها. لكن طبعا مش معنى الاهلي بيقول ان دي البطوله الأكثر يعني تأكيدا للجدارة والعلاقة بين الأهلي وبطولة الدوري، لكن الأهلي هو أكثر نادي أيضا يفوز بالكأس، وأيضا أكثر نادي يفوز بالسوبر، هو في كل الأرقام القياسية هو النادي الأهلي. كل بطولة شارك فيها الأهلي تقريبا هو الأكثر فوزا بها، مش بس الدوري، أي بطولة الأهلي شارك فيها في عموم الكرة المصرية هو الأكثر فوزا بها. في دوري أبطال أفريقيا هو الأكثر فوزا، كأس مصر هو الأكثر إحرازا ليها، الدوري هو الأكثر تتويجا، حتى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكوس الأفريقية اللي اتلغت كان الأكثر فوزا بها، السوبر المحلي هو الأكثر فوزا، السوبر الأفريقي هو الأكثر فوزا، التأهل لبطولة العالم للأندية هو الأكثر مشاركة. فبالتالي هي دي معايير الجدارة، وهو ده سر العشق الدفين في الدوري. المهندس عادل أشار إلى أنه الدوري لما يبقى بطولة النفس الطويل يبقى ده الاختبار الحقيقي للقوة وللقدرة. قوتك ان انت تقدر تواصل المشوار على مدى عدة شهور. الكاس او اي بطولة ممكن تخطف مباراة، وعشان كده تقال ان الكاس بطولة المفاجآت. الدوري لا، في سنين من السنوات الاهلي بيخسر من الفريق اللي بيهبط، حصل كتير. الفرق اللي بتنزل ممكن تكسب الاهلي في مباراة للدوري، بس القوة والقدرة بتاعت البطل بتخليه قادر يتجاوز هذه المطبات، قادر يقفز على هذه المنحنيات ويكمل مشواره ويواصل مسيرته عشان يوصل للنقطة اللي هو عايزها. هو ده الفرق بين الفريق البطل
والفريق اللي ممكن بيحاول يكون بطل بس مش قادر يوصل لها. انت عايز الدليل؟ اه في بطولة أبطال الأندية الإفريقية بطل الدوري هو اللي بيلعب في البطولة دي. بطل الكأس بيلعب في الكونفدرالية. البطولتين مهمين، لكن بطولة الأبطال أكثر أهمية بدليل إن هي فيها عدد نقاط أكتر للي بيفوز، لأن هي بتجتذب النفس الأصعب، البطولة الأساسية اللي هي بطولة الجدارة الحقيقية. أيوه، عشان كده جاية الجدارة. الأهلي ما انزعجش لما خسر المباراة مع الزمالك، لأنه الأهلي مش فريق المباراة الواحدة ايا كان المنافس، مع كل الاحترام ليه. يعني انت بتتكلم على بطوله الدوري، بطوله الدوري، فايا كان خسرت مباراه، المهم ان انت بتكسب بطوله، المهم ان انت بتواصل سعيك وراء الهدف الاسمى ليك، والهدف الاعلى ان انت تبقى بطل الموسم، بطل الدوري، هو ده المعيار. عشان كده حصول الاهلي على هذا اللقب في هذا الموسم انا مش كشف عن هذا السر الدفين في علاقه العشق التاريخيه. انا مش قلت لك ان المباراه الواحده تحتمل التوفيق بما فيها من عناصر اللعبة، بما فيها أنت والمنافس والحكم. المباراة دي اللي خسرها الأهلي أمام المنافس التقليدي بتاعه كان فيها كل العناصر دي. الأهلي لم يكن موفقا، كور في البداية لو كانت دخلت وما ارتطمتش بالعرضة كان حقق الأهلي فوزا سهلا، وأيضا عدم توفيق الحكم كان من العناصر، مش توفيق الحكم كان من العناصر شفناه المؤثرة. اما يروح للفار ويشوف الكره الفاول اللي هي ضربه الجزاء مؤكده لم يختلف عليها احد، واللي اتحسبت بعد كده باثر رجعي في المباراه التاليه من الفار ايضا واحترم هذا القرار، ثم التوفيق الهائل للمنافس. كل عناصر اللي قلت لك دي كانت في مباراه، هذا يحدث في كره القدم. لكن النفس الطويل يقدر يقول انه يتلافى هذه الكبوات ويستطيع ان يحقق الجدارة.